الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، حياكم الله جميعا أيها الأحبة، ونستأنف اليوم معكم الجلسات العلمية الأسبوعية التي عودناكم عليها، والتي نستضيف من خلالها علماء الأمة لننهل من إرث حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويسرنا أن يكون ضيف منتدانا لهذا الأسبوع الشيخ الباحث محمد وائل الحنبلي حفظه الله تعالى، والذي سعدنا بلقياه في عدة محاضرات سابقة كانت ماتعة نافعة. فباسمكم جميعا نرحب به ونشكر له استجابته الدعوة، فهو يتكلم الآن من تركيا، كما نسأله تعالى أن يجزيه عن هذه الأمة خير الجزاء. أيها الأحبة، محاضرتنا كالعادة ساعة كاملة، نخصص الربع ساعة الأخيرة منها للأسئلة والمداخلات، فعلى من لديه سؤال أو مداخلة الإشارة إلى ذلك برفع اليد أو ضمن غرفة الشات ليتم الإجابة عليها بعد انتهاء المحاضرة. أنقل الكلام الآن للأستاذ المحاضر حفظه الله ليبدأ المحاضرة. تفضلوا أستاذنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا دوما على المعرفة ونشر العلم النافع، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل فيها النفع العام للخاصة والعامة من المسلمين. أيها الإخوة الأكارم، موضوع جلستنا اليوم: الرياضة في الإسلام تأصيل وأحكام. بداية أيها الإخوة، طبعا بعد شكري لمنتدى وللإخوة المنظمين الذين أتاحوا لي يعني الكلام معكم والظهور أمامكم، يعني جزاهم الله تعالى كل خير. أيها الإخوة، بداية عندما نقول الرياضة في الإسلام تأصيل وأحكام، لا بد يعني لنا أن نعلم يقينا، وأن يكون دائما أن يكون المسلم أو المتكلم باسم الإسلام، أو أن يكون المتدين يطبق لمن حوله أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. فهذه الشريعة الغراء التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل عليه هذا الكتاب العظيم، هذه الشريعة التي شاء المولى بحكمته سبحانه وتعالى أن تكون هي الرسالة الخالدة لقيام الساعة، أنها صالحة لكل زمان ومكان. عندما نقول شريعتنا وديننا صالح لكل زمان ومكان، بكافة تعاليمه، بكافة أحكامه، بكافة توجيهه، فالرياضة في الإسلام شيء في ديننا يصلح لكل زمان ومكان. هو أمر ليس يعني أمرا معاصرا، ليس أمرا حديثا. كل الشعوب وكل الأمم وكل الأعراق عندها رياضات بدنية، رياضات عقلية، رياضات روحية، رياضات فكرية، إلى آخره. إذن إسلامنا إسلام متكامل بكافة جوانب الحياة. الإسلام هو الذي يرعى ما بينك وبين ربك، ما بينك وبين نفسك، ما بينك وبين الآخرين، يرعى جوانب الحياة كلها. هذا هو الإسلام الذي ينبغي دائما أن نطبقه وأن نتحدث عنه أمام المسلمين وأمام غير المسلمين. طيب أيها الإخوة، الرياضة في الإسلام تأصيل. التأصيل لهذه المسألة أو لهذا الحكم له أدلة عامة وأدلة خاصة. وأنا عنايتي بهذا الموضوع يعني له يعني قسمان اثنان. قسم قديم يعني من خلال الدراسة الشرعية العامة، وقسم حديث وهو من خلال يعني التخصص نوعا ما
بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا اعتنيت بكتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي، وطبعته الطبعة الأولى قبل نحو 17 سنة في دمشق، ثم توالت الطبعات الثانية والثالثة والرابعة بعد ذلك ولله الحمد والمنة، وكنت قد أقرأته مرارا وتكرارا، فأخرجت من خلاله كثيرا من المسائل التي سأعرضها على مسامعكم. إذن الرياضة من حيث التأصيل لها أدلة عامة وأدلة خاصة. نبتدئ بالأدلة العامة، فمثلا من الأدلة العامة لهذه المسألة حفظ البدن. الرياضة الآن باتفاق أهل الطب والاختصاص باتفاقهم هي تحفظ هذا البدن، تحفظ هذا الجسد الذي جعله الله سبحانه وتعالى أمانة عندنا، فهذا الجسد أمانة وعلينا أن نرد الأمانة كما استودعها الله عندنا قدر الاستطاعة. وقضية حفظ البدن أيها الإخوة طبعا ليست هي فقط من شعائر الإسلام، بل هي في كل شريعة جاء بها نبي أو رسول. ما من نبي وما من رسول إلا وأتى بحفظ 5 كليات، منها حفظ البدن، حتى قال الإمام الشاطبي في الموافقات رحمه الله تعالى: اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، ومنها حفظ الجسد. ومن الأدلة العامة أيضا الإعداد، الإعداد الذي أمرنا الله به في صريح كتابه، فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم، ما استطعتم إعداد في النفس، إعداد في العقل، إعداد في العسكرة، إعداد في الرمي ونحو ذلك. وأيضا من الأدلة العامة قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لجسدك عليك حقا، فهذا الجسد له حق عليك، وكيف تراعي حقه؟ أن تحفظه، أن تحفظه أولا وأن تقويه ثانيا، وهذان الأمران يكونان بالرياضة. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. طبعا المؤمن القوي دينا، عقلا، فقها، فكرا، وجسدا أيضا. فقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي قوي في كل شيء، قوي في كل شيء. فإذا يعني طبق المسلم القوة من جسده إلى عقله إلى روحه إلى فكره إلى نمط حياته في الحياة، فهو خليفة الله في الأرض، كما أمر الله سبحانه وتعالى يعني بني آدم وأمرهم ووجههم أن يكونوا خلفاء الله في الأرض. هذا يعني باختصار شديد ما يتعلق بالأدلة العامة، ولا أريد يعني الإطالة فيها. وأما الأدلة الخاصة فيعني رتبتها، الأدلة الخاصة في موضوع الرياضة رتبتها حسب أنواعها. يعني أنا كنت بداية رتبتها مثلا أفعاله صلى الله عليه وسلم، ثم أفعال صحابته، ثم أقواله أو أقوال صحابته، فرأيتني قد ابتعدت عن الموضوع. يعني فالأولى أن نرتب الأدلة الخاصة حسب أنواع الرياضات التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فبدأت بالرمي، والرمي في الإسلام له أدلة كثيرة بل وله فضل، والعلماء ألفوا في ذلك كتبا، ومن أوسعها كتاب فضيلة الرمي للحافظ السخاوي، الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، له كتاب يعني واسع في أدلة أو فضائل الرمي. وعندما يطلق الرمي في الإسلام ينصرف بداية على الرمي بالنبال،
هي القوة المعروفة المعهودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيها صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، يكررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. طبعا والرمي قاله صلى الله عليه وسلم وأراد به يعني النبل والسهم، ولكن هو أوسع من ذلك. هذا كان في زمنه، وكلما تطور زمان يعني فيه قوة يعني تضرب عن بعد، كما يسمى بموضوع الصواريخ والقنابل ونحو ذلك، هو من القوة التي امتدحها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرمي أولا من أنواع الرياضات، ولن نطيل فيها لأن أدلتها كثيرة، وهناك كثير من كتب عنها لو دخلتم في مواقع يعني في محركات البحث الآلية. ثم الرياضة الثانية، وهي الرياضة المتاحة للجميع وليس فيها تكلفة، ولا تحتاج يعني إلى يعني تسجيل أو إلى مادة ونحو ذلك، وهي رياضة المشي، وسنقف عندها قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها كثيرا في الأحاديث، فمثلا: من مشى في حاجة أخيه لأن أمشي مع أخ في حاجته، من مشى إلى صلاة مكتوبة، كثرة الخطأ إلى المساجد. فلو يعني بحث يعني المتأمل في قضية المشي، لو بحث عبر برامج يعني البرامج الإلكترونية، ووضع كلمة مشى أو وضع مثلا كلمة الخطى أو أخطوة، لو وجد يعني كثيرا من النتائج يمتدح فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم المشي. وهذا من حيث كلامه صلى الله عليه وسلم، وأما فعله فهو كثير، فهو كثير فعله. مثلا ورد في كتب يعني الصحاح، في الكتب الستة وفي غيرها، أنه كان يكثر المشي إلى البقيع، متى؟ قبل الفجر وبعد الفجر. وورد أيضا أنه كان يذهب ماشيا إلى قباء بعد الفجر، وخاصة يوم السبت، وورد فيه فضيلة أيضا. وكان يمشي كما جاء في الصحاح في طرقات المدينة، وقبل ذلك قبل الهجرة كان يمشي في شعاب مكة. فقضية المشي أيها الإخوة في السنة النبوية كثيرة جدا، يعني يعني لو أراد الإنسان أن يبحث لوجد نتائج متعددة كثيرا كثيرة. ولكنني الآن سأرجع إلى كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعتنيت به، وأخرج لكم بعض الصفات لمشيه صلى الله عليه وسلم. وقد قسمت رأيت ثلاثة أقسام أو ثلاثة أوصاف لمشيه صلى الله عليه وسلم، تعبر عن وصفه أولا، وأنه مشي رياضي ثانيا. فلا أدري أستاذنا العم أبو حسان إذا كان معنا الآن في مجلسنا أناس متخصصين في علوم الطب أو لا. ذكرت هذا الكلام، يعني الكلام الذي سأذكره لكم بعد قليل، ذكرته أمام أطباء، كنا في مجلس وتكلمنا حول هذا الموضوع من أيام، وكان بيننا أطباء، فذكرت لهم هذه الأوصاف، فقالوا: هذا هو المشي الرياضي الذي يوصي به الأطباء، والذي هو يعني حقيقة دواء للجسد وللروح والفكر. ما هو وصف مشيه صلى الله عليه وسلم؟ الوصف الأول أن مشيه كان سريعا، سريعا، يعني لا يمشي مشي متباطئ أو مشي فيه كسل، لا، المشي السريع. وعندما نقول مشيه كان سريعا، أي إن ضربات القلب تسرع تتسارع، ومسارعة ضربات القلب هو الأمر الذي تبنى عليه الرياضة.
فمثلا يقول وصفت الصحابة سيدنا أنس وسيدنا علي، وصفوا مشيه صلى الله عليه وسلم. ماذا كيف وصفوه، وصفوا مشيه؟ قالوا كأنما ينحط من صبب، أو كأنما ينحط في صبب، يعني إما من صبب أو في صبب. ما معنى من صبب أو في صبب؟ الصبب قالوا هو الحدور، يعني إذا الإنسان كان يمشي في منحدر، باللغة العامية بلغة أهل الشام بيقولوا بنزلة، إذا الإنسان كان ماشي في منحدر كيف يكون مشيه؟ يكون مشيه سريعا مندفعا بقوة، هكذا كان مشيه صلى الله عليه وسلم سريعا. والوصف الذي يعبر أيضا عن سرعته في المشي قوله قول الصحابة في وصف مشيه كانت تطوى له الأرض. تأملوا هذه الكلمة، تطوى له الأرض. ما معنى تطوى له الأرض؟ قالوا هي كناية عن قطع المسافة الطويلة في المدة اليسيرة. هذا هو المشي الرياضي الذي فيه فائدة لجسدنا، وفيه يعني فائدة من حيث الطب ومن حيث الرياضة. الوصف الأول كان مشيه سريعا. الوصف الثاني كان يمشي بقوة، بقوة يعني مو عم بيمشي ويتمختر، يعني مو مشي فيه هكذا يعني كسل أو فيه عدم همة وعدم نشاط، لا. ومن أين نأخذ هذا في وصف الصحابة لمشيه صلى الله عليه وسلم؟ ذكروا في كتب الشمائل أنه إذا مشى كان يتقلع، وأيضا قالوا إذا مشى كان يتكفأ. ما معنى يتقلع ويتكفأ؟ معناها يمشي بقوة مندفعا نحو الأمام، بعزيمة لا بتكاسل، ويرفع قدمه عن الأرض بقوة ويضعها بقوة، يعني مو ماشي وعم يشلف رجليه شلف فيه كسل، لا. تخيلوا هذا المشي الشريف إخواني، تخيلوا سريعا وبقوة. والوصف الثالث كان المشي عنده معتادا عليه. شو يعني معتاد عليه؟ يعني الواحد منا إذا مشى مثلا بسرعة مرة مرتين ثلاثة أربعة، عندما يمشي يصير عنده يعني تعب شديد، أو كما يقال باللغة العامية عم بيلهث، لا يستطيع الإكمال. أما مشيه صلى الله عليه وسلم السريع والذي بقوة كان معتادا عليه. ماذا قالت الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ يقولون في وصف مشيه عندما كانوا يمشون معه: إنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترث. تأملوا هذه العبارة، إنا لنجهد أنفسنا معه، يعني إذا مشوا معه يتعبون وهو غير مكترث، يعني بسرعة وبقوة وهو معتاد عليه. وهذا هو الجسد الرياضي إخواني. ما الفرق الآن في زماننا؟ ما الفرق بين الرياضي، الجسد الرياضي، وبين غيره؟ الفرق أن الرياضي عندما يمارس الرياضة لا يصير عنده هذا التعب الشديد الذي يكون عند المبتدئين. وهكذا كان وصفه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النوع الثاني من الرياضة وهو نوع المشي. ننتقل إلى النوع الثالث من أنواع الرياضة، وهي رياضة الجري. رياضة الجري، الركض. طبعا الجري هي الرياضة الناتجة عن الرياضة الأولى، يعني الذي يمارس الرياضة، وأسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك، والذي رياضة المشي الذي يمارسها وينوي فيها اتباع ما ورد من الآثار والأدلة قبل قليل، لا شك أنه يأخذ الأجر من الله، ولا شك أنه يعني يحافظ على بدنه وجسده. فإذا حافظ عليها الإنسان ومشى عليها، داوم عليها مدة، سيصل إلى المرحلة التي بعدها. ما هي المرحلة التي بعدها؟ رياضة الجري. ورياضة الجري لها أدلة أيضا، فقد تسابق النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة
كما أخرج ذلك الإمام أحمد وغيره بأسانيد صحيحة تسابق معها صلى الله عليه وسلم، فسبقته أولا ثم سبقها صلى الله عليه وسلم ثانيا. ليس هذا فحسب، يعني ليس قضية الجري أنه تسابق هو، لا، بل ورد أثر يعني فيه لطافة، وإذا وقفنا عنده وتأملناه لوجدنا يعني كيف أقول لكم، لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يشارك أبناء زمانه، وكيف كان يشارك الصحابة في حياتهم وأفعالهم، لم يكن مترفعا عنهم ولم يكن متكبرا عنهم، كما ذكرت في مقدمة يعني جلستنا معكم اليوم، الإسلام صالح لكل زمان ومكان، الإسلام حياة، الإسلام يعني منهج يومي، منهج اجتماعي، منهج يتناسب مع كافة مرافق الحياة. فهذا الأثر الذي سأذكره لكم أخرجه الإمام أحمد في كتابه فضائل الصحابة، يقول فيه الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صف ثلاثة من الصحابة للسباق. تخيلوا معي الآن، يعني هو ينظم مضمار الجري. ماذا يعني صف ثلاثة من الصحابة للمسابقة في الجري؟ يعني كأنه رتب لهم ونظم لهم مضمار الركض، مضمار الركض المعروف عندنا الآن في الملاعب الأولمبية. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، إذا صفهم أولا الصف التنظيم، ثانيا وضع لهم جائزة. الآن عندنا جوائز في يعني في المباريات الرياضية، مو عندهم في كأس، حطوا في كأس أو ميداليات أو بعض الهدايا، يعني هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن صفهم قال لهم: من يعنق إلي، شوفوا العبارة، من يعنق إلي فله كذا وكذا. ما معنى من يعنق إلي؟ يعني بعد أن صفهم وقال لهم: من يعنق، من يصل إلي، يعني الذي يسبق ويصل إلي أولا فله كذا وكذا، وضع لهم جائزة. ليس هذا فحسب، تأملوا كل هذه الأوصاف التي فعلها صلى الله عليه وسلم: من يعنق إلي فله كذا وكذا، قال: فيسبقون إليه، يعني يقف هو في مكان والمتسابقون في مكان، ثم يصلون إليه بعد التسابق فيقبلهم. أليس هذا مستخدما في زماننا؟ أليس هذا مستخدما في زماننا إخواني؟ بعد يعني أن يفوز المتسابقون، ماذا يفعل من معهم من إخوانهم أو من حولهم؟ ماذا يفعلون؟ يقبلون الفائز، صح؟ يقبلون الفائز. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، فيقبلهم. ليس هذا فحسب أيضا، قال، فيقول الراوي: ويلتزمهم. شو يعني يلتزمهم؟ يعني يعانقهم. أليس هذا ما يجري الآن في المباريات وفي المسابقات؟ هكذا فعل صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق بالرياضة الثالثة، وهي رياضة الجري. طبعا في كل محاضرتنا أنا ما أردت الإطالة في تخريج الآثار وتتبع الروايات والإكثار من التخريج حفاظا على الوقت، يعني وانتفاعا بسرد الموضوع كاملا. الرياضة الرابعة رياضة المصارعة. طبعا المصارعة، هناك من يقول في بعض الأبحاث والدراسات إنها من أقدم الرياضات التي عرفها بنو آدم، طبعا وهي موجودة في يعني الحضارات القديمة الرومانية، والغساسنة فعلوا الرياضة والرومان، وكان عندهم مدرجات وحلبات يعني وما إلى هنالك. المهم، المصارعة في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة عقد المصارعة. شو يعني عقد المصارعة؟ يعني نظم حط حلبة مصارعة.
شلون قلنا قبل شوي أنه نظم مضمارا للركض، كذلك هيأ حلبة المصارعة، إذا عقد المصارعة وحضرها، يعني مو فقط ولا نظم الأمور وحضر المصارعة، وليس كذلك فحسب، بل فعلها صلى الله عليه وسلم. فمما ورد في ذلك ما ذكر الصحابي سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، فقد كان شابا صغيرا جاء لعند النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الجهاد في سبيل الله، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقبله في ساحات الوغى لصغر سنه، فحزن سيدنا سمرة. تخيلوا إخواني، رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف جاهدوا وكيف بذلوا النفس والنفيس حتى يصل إلينا الإسلام ووضعوه عندنا أمانة. فالمهم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فرده، ما قبله، فحزن. وماذا قال للنبي؟ قال: يا رسول الله، رددتني ولكنك ما رددت فلانا، يعني أنا لماذا قبلت فلان وأنا ما قبلتني؟ رددتني وما رددت فلانا، يعني شاب أيضا من شبان الصحابة أخذه للجهاد، فلماذا رددتني وقبلت فلانا؟ ثم ماذا قال سمرة رضي الله تعالى عنه؟ وفلان هذا الذي قبله النبي، ولو صارعته لصرعته، يعني أنا أقوى منه، ولو صارعته لصرعته. ثم قال سمرة: فصارعته فصرعته، فقبلني النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حضر المصارعة صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وأيضا مما ورد في قضية المصارعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة، الصحابي ركانة، والحديث في سنن أبي داود وعند الترمذي الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. الرياضة الخامسة رياضة السباحة، أو ما يسمى بالعوم. طبعا منذ أن كنا صغارا كنا نسمع يعني أثرا يعزى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قولهم: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. وبداية أقول هذا الحديث أيها الإخوة منكر، لا يثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد بأسانيد مختلفة كلها شديدة الضعف أو موضوعة، لا يثبت، ليس حديثا. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل ليس بحديث، وإنما صح من كلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وصح عن غيره أيضا من الصحابة رضوان الله عليهم، وجاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح أن علموا غلمانكم العوم. هذا صحيح. وأيضا الحجاج قال لمؤدب أبنائه: علمهم السباحة قبل الكتابة، فإنهم يجدون من يكتب عنهم ولا يجدون من يسبح عنهم. وهذا الأثر أو هذا الكلام طبعا يهمنا أنه قيل في القرون الأولى، ويهمنا المقصد الشرعي التأصيلي له، فإنهم يجدون من يكتب عنهم ولا يجدون من يسبح عنهم، وسنذكره في الأحكام، نحن نتكلم الآن عن التأصيل، نذكر ذلك في الأحكام لأنه يهمنا. وقد اعتنى العلماء بهذه المسألة، مسألة السباحة، وألفوا فيها الإمام السيوطي جلال الدين السيوطي هذه الموسوعة الإسلامية والموسوعة المعرفية التي تتمثل في رجل واحد يمشي على الأرض، ما ترك شيئا إلا وصنف فيه رحمه الله، له رسالة كانت خطية، كانت يعني مخطوطة، وعندما يعني نقلت منها سبحان الله الأيام والدنيا كيف تغيرت،
وعندما رجعت إليها في دار الكتب المصرية في القاهرة في من أوائل يعني سفراتي إلى مصر، كنت أبحث عن هذه الرسالة وكانت هناك في دار الكتب المصرية، ونقلت منها بعض يعني الآثار وبعض أسانيد الكتب التي لم تكن تطبع وقتئذ. المهم رسالة الإمام السيوطي الباحة في فضل السباحة. وصار معي قصة لطيفة في سفرتي يعني الثانية قبل سنة ونصف إلى ماليزيا. كنا نقرأ يعني شيء يتعلق بمسند الإمام أحمد، فمر معنا قضية العوم وأن عمر كتب إلى أبي عبيدة أن علموا غلمانكم العوم. فذكرت لهم للإخوة في ماليزيا أن الإمام السيوطي يعني له رسالة اسمها الباحة في علم السباحة. فجاء إلي بعض المنظمين والأساتذة، قالوا هل ممكن نقرأ يعني معكم هذه الرسالة؟ فقلت له لا حرج، يعني ابحثوا عنها يعني إذا تجدونها عبر الشبكة ونقرأها. فوالله بالفعل بحثوا عنها وقالوا ما رأيك أن ننظم مجلسا لقراءتها؟ قلت على بركة الله اقرأوا. قالوا لا أستاذ، نريد أن نقرأها في بركة سباحة حتى نكون مطبقين لما نقرأ. وبالفعل والله أيها الإخوة قرأنا هذه الرسالة بتمامها ونحن في بركة سباحة، فكانت من أجمل مجالس القراءة يعني للرسائل يعني التي فيها آثار وأدلة. إذا العلماء ألفوا في فضل السباحة. سادسا من أنواع الرياضات ركوب الخيل. ركوب الخيل وتأديبه وهما رياضتان إخواني، ركوب الخيل شيء وتأديبه شيء آخر. وأما الركوب فقد ورد فيه كثير يعني وعن فضائله طبعا، والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الخيل بخطام وبدون خطام، بسرج ودون سرج، وكل هذه الأمور مختلفة. من يعرف بركوب الخيل يعلم ما معنى الركوب بخطام وبدون خطام وبسرج ودون سرج، وهو يختلف من حيث قوة الأقدام وقوة الساعد وقوة الأكتاف، لأن ركوب الخيل يعتمد على قوة عضلات اليدين والقدمين، وليس اعتمادا يعني اعتمادا عاديا، بل يعتمد على هذه العضلات وبشدة. ولن أطيل في ذلك لأن ركوب الخيل مشهور معروف وامتدحه صلى الله عليه وسلم. وأما التأديب الذي هو تدريب الخيل، يعني ركوبه شيء وتأديبه شيء آخر، فأيضا امتدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحديث الذي في مسند الإمام أحمد عندما ذكر بعض أنواع الرياضات أو الأفعال التي يعني امتدحها، فقال وتأديبه فرسه، تأديب الفرس أمر ممدوح ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ونختم الآن يعني قضية التأصيل للرياضة، نختمها بالرياضة السابعة. ما هي الرياضة السابعة إخواني؟ هي تمارين المقاومة. تمارين المقاومة، شو يعني تمارين المقاومة؟ الذي يسمى برفع الأثقال أو بحمل الأوزان، أو يسمى عندنا في الشام يسمى بلعب الحديد، يعني الذهاب يعني لنادي رفع الأثقال وكمال الأجسام، رياضة كمال الأجسام أو المقاومة. طبعا هي أفضل الرياضات على الإطلاق، يعني بالرجوع إلى الأطباء المتخصصين في قضية يعني يعني الصحة العامة وما يسمى بأنظمة يعني يسمونها أسماء كثيرة، الدايت أو الرجيم أو هذه القصص، يعني أفضل شيء من أنواع الرياضات هي رياضة المقاومة. لماذا؟ أنا سمعت من المتخصصين قالوا الرياضات ينتهي يعني مثلا الحرق في الجسم الذي يسمى بالأيض أو بحرق السعرات الحرارية أو بالفائدة، تنتهي وتتوقف بعد الرياضة لمدة، يعني الركض، المشي، المصارعة، عندما يقف عن هذه الرياضات الإنسان وبعد هدوء وسكون عضلة القلب تقل الفائدة، إلا في رياضة المقاومة. لماذا؟
لأن هذا التمزق للعضلات الذي يكون خلال ممارسة هذه الرياضة يبقى أول شيء يكون عندنا تمزق، ثم مرحلة استشفاء. فطالما أن الجسد يفعل استشفاء من التمزق الذي يكون عند تمرين المقاومة، عند تمارين المقاومة يبقى يعني تبقى الفائدة وقد تدوم يعني يوما كاملا. وهناك من الأطباء، وهناك أبحاث يعني محكمة، يعني ليست أبحاث أو أخبار إنترنت ونحو ذلك، لا لا، أنا سمعت من أطباء متخصصين أن هذه الفائدة قد تبقى من يوم إلى يومين، يبقى الجسد يحرق ويبقى الأيض يعمل في جسد بني آدم. طيب، أين وردت قضية رفع الأثقال أو هذه الرياضة، رياضة المقاومة، أين وردت وما تأصيلها؟ أيها الإخوة، جاء في مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا انظروا إلى الأثر، كان الصحابة يرفعون الحجر أو يجرونه، يرون أيهم أشد. نتأمل في هذا الأثر، يرفعون الحجر أو يجرونه، يرون أيهم أشد. هذا فيه ثلاثة يعني فوائد، فيه ثلاث فوائد. الفائدة الأولى، يرفعون الحجر، هذا ما يسمى عند أهل رياضة المقاومة يسمى بالدفع. رياضة المقاومة أو رفع الأثقال أو كمال الأجسام تعتمد على أمرين اثنين لا ثالث لهما. ما هما هذان الأمران؟ قالوا الدفع والسحب، يعني الدفع والسحب هي مبنية على ذلك، وهذا الذي عبر عنه الراوي. تخيلوا أيها الإخوة إلى هذه الدقة، يرفعون الحجر أو يجرونه، يرفعونه أو يجرونه، يرون أيهم أشد. الفائدة الثالثة، يرون أيهم أشد، يعني كأنهم يتسابقون، من يرفع أكثر، من يحمل أكثر. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفي ختام يعني المسألة السابعة أو النوع السابع من أنواع الرياضة، العلماء ألفوا في رياضة الأبدان. فهناك مصنف للإمام أبي نعيم، الإمام أبو نعيم صاحب الحلية، حلية الأولياء، محمد بن عبد الله أبو نعيم، له كتاب اسمه رياضة الأبدان، جمع فيه بعض الآثار التي يعني ذكرتها، وجمع فيه يعني غيرها مما يشير إشارة ولو عن بعد لقضية الرياضة. طبعا كل ما ذكرناه أيها الإخوة يتعلق بالرياضة الجسدية، أما رياضة الروح ورياضة الفكر فأمر يعني كثير من حيث التصنيف، إما التصنيف المفرد أو التصنيف ضمن الكتب وضمن كتب الآداب والأخلاق والتربية. وما أردنا الكلام عنه، كلامنا عن الرياضة الجسدية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. الآن أريد أن أتكلم عن موضوع الرياضة أيضا في يعني في باب التأصيل، من خلال وصف جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. فما سبق من الأدلة أو من أنواع الرياضة هو أيضا عام بالنسبة لما سيأتي، يعني هذا فيه نوع خصوص أكثر مما سبق. وهذا أيضا أنا أخرجته من كتاب الشمائل، هذا الكتاب المبارك الذي أكرمني الله بالاعتناء به بسماعه وتحقيقه وإقرائه من فضل الله، أخرجت منه ما يتعلق بموضوع الرياضة. ولا بد أن نقول هنا أن يعني السنة النبوية، ما هي السنة النبوية؟ لو رجعنا إلى تعريفها طبعا باختصار، يعني لا نريد الآن أن ندخل إلى المسائل الخلافية، لأن السنة لها تعريف عند المحدثين وعند الفقهاء وعند الأصوليين، وفيها بعض يعني التفاريع وبعض الأمور التي اتفقوا عليها أو اختلفوا فيها، لا نريد أن ندخل إلى هذا الموضوع. ولكن باختصار شديد، ما هي السنة؟ قالوا السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير
أو وصف خلقي أو خلقي، فكل هذا سنة. ما معنى سنة؟ يعني جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا كونه سنة هذا أمر، والاستدلال به يعني والعمل به وما حكمه هذا شيء آخر. وعندنا السنة التقسيم الفقهي قسمان، سنة هدى وسنة زوائد. سنة هدى التي يكون منها الواجب والمندوب والمستحب، وقد يكون الفرض أحيانا، قد يكون الفرض من سنن الهدى. وعندنا شيء يسمى بالسنن الزوائد أو السنن العام، سنن العادة أو سنن الزوائد. ما هي سنن الزوائد؟ هي ما وردت عنه صلى الله عليه وسلم في غير الأمور التعبدية، كصفة أكله، صفة شربه، صفة نومه، صفة لباسه، صفة مشيه التي تقدمت معنا قبل قليل. فهذه سنن الزوائد ما حكمها؟ أيضا باختصار أقول الاقتداء بهذه السنن، بسنن الزوائد، فيه فضل وفيه أجر ما لم يتعارض مع مصلحة أرجح. وعلينا أن نتأمل هذه العبارة التي ذكرها الأصوليون أيها الإخوة، سنن الزوائد فيها أجر وفيها فضيلة إذا فعلناها، لكن إذا تعارضت مع مصلحة نترك هذه الأشياء، لأنها ليست أمورا تعبدية، هي أمور حياتية اعتيادية نتركها ونأخذ بالأرجح، يعني من حيث الأدلة العامة أو الخاصة. طيب، كيف كان وصف جسده الشريف صلى الله عليه وسلم الذي يتعلق ويدل بدليل واضح أن جسده الشريف كان رياضيا صلى الله عليه وسلم، الذي اتفق عليه الرواة والذي جاء في وصف أكثر من واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قالوا أيها الإخوة؟ قالوا كان صلى الله عليه وسلم سواء الصدر والبطن. شو يعني؟ يعني ماله كرش، وهذا أمر مهم جدا جدا إخواني. يعني بعض الإخوة يحاولون أن يقلدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى كان يعني من مدة كنا نجلس مع بعض الإخوة هيك، بعض الجماعات، بعض التلاميذ، بعض الشيوخ، فعندهم عادة يحملون العكاز. فقلت لهم يا هذا الأخ هو صديقي يعني، فقلت له يعني أنت شاب وتحمل العكاز، تريد أن تقلد النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا أنا أرى أن هذا لا يليق، ولي فيه أدلة لكن ليس هذا مجال بحثنا الآن. فقلت له طيب شيء جميل، أنت تحاول أن تقلد النبي وتحمل عكاز، لماذا لا تقلده وتذهب كرشك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له كرش. إذن إخواني، لم يكن له كرش صلى الله عليه وسلم، كان سواء الصدر والبطن، يعني بطن ممسوح، بطنه ممسوح ليس بارزا نحو الأمام. أيضا في وصفه صلى الله عليه وسلم الصحيح، طبعا أنا أردت بكل ما سأذكره لكم الآن في وصف جسده الشريف أن آتي على الصحيح فقط، يعني عندنا روايات كثيرة ما بين صحيح وضعيف وحسن وحسن لغيري، لا لا، أنا انتقيت 5 صفات صحيحة فقط. إذن سواء الصدر والبطن. وأيضا كان عريض الصدر، عرض الصدر إخواني الآن بالاتفاق هو وصف للرياضيين أبدا، يعني مستحيل الإنسان يكون عريض الصدر، عضلات صدره عريضة ممتلئة، إلا إذا كان رياضيا. طبعا نقول عريضة وممتلئة ليست عن دهون، يعني هذا الوصف مبني على الوصف السابق، لم يكن عنده دهون، لم يكن عنده كرش، وصدره عريض. ما معنى أنه رياضي؟ بل ذكرت هذا الكلام أمام بعض الإخوة المتخصصين في هذا المجال، قال لا أستاذ ليس رياضي. قلت له ماذا؟ قال لي رياضي بامتياز، ليس له كرش وبطنه ممسوح وصدره عريض، إذن هو رياضي بامتياز. الوصف الثالث بعيد ما بين المنكبين، طبعا قيل في ضبط هذه الكلمة بعيد أو بعيد، والراجح بعيد، بعيد ما بين المنكبين. ماذا يقال باللغة العامية عندنا في الشام؟ يقولون كتاف عراض،
شو يعني اكتاف وعراض؟ مع أيضا كما ذكرت لكم ليس عنده شحوم ودهون، يعني عنده أكتاف، عضلات الأكتاف قوية أو فيها نوع من الكبر كما سيأتي في الوصف الرابع. وهذا وعضلات الأكتاف ليست من العضلات السهلة في الاعتناء والتضخيم. هذه مثلا عضلات الساعد هذه فيه سهولة، أما عضلات الأكتاف تحتاج إلى نوع تخصصي من الرياضة. الوصف الرابع أيها الإخوة، يقول الراوي كان ضخم الكراديس. ما معنى الكراديس؟ مجتمع العظام. يعني ذكرت لكم أنا أن كتفه كان عريضا صلى الله عليه وسلم، هذا رياضي وبامتياز وتخصص بعد تخصص هذه العضلة. يعني عضلة الكتف هذه الزاوية صعب جدا يعني الاعتناء بها وجعلها مدورة ضخمة. فإذا كان الاعتناء بالكتف صعب فهذه العضلة أصعب من الكتف بشكل عام. إذا كان صلى الله عليه وسلم ضخم الكراديس. والوصف الخامس من جسده الشريف والذي يعبر لنا عن رياضته، أن كان عنده صلى الله عليه وسلم عضلة السمانة، باللغة الفصحى عضلة السمانة كانت واضحة. ما هي عضلة السمانة؟ التي تسمى باللغة العامية بطة القدم، العضلة الخلفية للساق تسمى البطة في الشام، ما أدري بغير لهجات ماذا تسمى، واسمها باللغة العربية السمانة. كان عنده صلى الله عليه وسلم هذه العضلة، ذكرها الراوي، ذكرها عضلة ساقه، ذكرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكان عنده حموشة. ما معنى حموشة في ساقه؟ يعني يجمع ما بين قلة اللحم وعضلة الساق. تأملوا معي هذا الوصف إخواني، قلة اللحم والدهون، قلة اللحم والدهون في الساق وعنده عضلة. ما اسم هذا في التوصيف الرياضي؟ ما اسم هذا في التوصيف الرياضي؟ هذا اسمه مرحلة التنشيف. والبارحة جلست مع بعض المتخصصين باللغة الإنجليزية، إننا بدنا نعرف شو اسمه هذا التنشيف يعني بالمصطلح الرياضي، فأعطوني كلمتين. أنا سامحوني يمكن ما أعرف كثير أنطقها بالإنجليزي، لكن ما شاء الله الحضور في أمريكا الآن يعني يعرفون كيف تنطق. قال اسمها مصل ديفينيشن أو كذا، يعني مصل ديفينيشن، ولها مصطلح ثاني كاتينج أو كذا. المهم أنه هذه مرحلة متقدمة من الرياضة، بعد أن يلعب الرياضة يذهب ما عنده من الدهون والشحوم ثم يصير عنده نوع من العضلات. المرحلة الثالثة قضية التنشيف. وهكذا كان جسده صلى الله عليه وسلم. طيب نحن الآن نكون قد انتهينا، ويعني قارب الوقت على يعني الانتهاء، نكون قد انتهينا من قضية الرياضة تأصيلا، ثم نأتي إلى الأحكام. الأحكام قسمتها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأحكام الشرعية للرياضة، القسم الأول مرغوب فيها ولصاحبها أجر وثواب، وهي في أربع حالات. مرغوب فيها ولصاحبها أجر وثواب. الحالة الأولى في الحالة الاعتيادية، يعني إنسان مسلم يمارس الرياضة، بدنه صحيح، لا مشكلة عنده، يأخذ الأجر. لماذا؟ لأنه يحافظ على جسده، يتمثل بما مر معنا من الأدلة لهذه الأفعال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يأخذ الثواب على ذلك أولا. ثانيا ثواب عظيم في حالة الجهاد ونصرة المظلومين، إذا كان يعد نفسه للجهاد، يعد نفسه يعني للدفاع عن الأمة، سواء كان يعني موظفا، سواء كان على حدود المسلمين، سواء كان في يعني نفع قضايا المسلمين العامة أو الخاصة، سواء كان في دكانه يحتاج إلى طاقة بدنية يقوي جسده، فهو مأجور مبرور إن شاء الله تعالى. ثالثا ما كانت عونا على طاعة الله. الرياضة إذا كانت عونا على طاعة الله يأخذ فيها الإنسان أجر. كيف تكون عونا على طاعة الله؟ أنا أتيت بأعظم دليل على ذلك وهو الحج. فمن ذهب إلى الحج وحج وهو قوي ليس كمن حج وهو ضعيف. وكل إخواننا الذين ذهبوا إلى الحج يدركون معنى كلامي.
إخواني دائما نحن نكرر ونقول الحج للأقوياء وللشباب، فحجوا قبل أن لا تحجوا. وقضية الحج وحاجة الرياضة والقوة البدنية إلى الحج، حقيقة أنا تأملت فيه فخرج عندي عدة أشياء. فمثلا سنة الرمل والاطباع والسعي، الرمل والاطباع والسعي، تأملوا ماذا ورد فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأصحابه في العمرة بعد صلح الحديبية؟ قال إن قومكم غدا سيرونكم فليروكم جلدا. شوفوا العبارة، فليروكم جلدا، يعني شوفوا جسدكم أقبياء أقوياء. تجي أنت شاب أو قوي وتمسك عكاز تعمل حالك كبير بالسن، هذا يليق بالمسلم؟ لا يليق. لا تتماوتوا أيها الإخوة، الله أكرمكم بجسد، أكرمكم بالعافية، أكرمكم بالقوة، أكرمكم بالشباب، ثم تكفرون هذه النعمة وتجعلون أنفسكم شيوخا. والله يا أيها الإخوة المستمعون، دائما أقول لإخواني وخاصة من حولي، لا تكفروا نعمة الله وتجعلوا أنفسكم شيوخا قبل أن تشيخوا. أنا أكره ما علي يشوف واحد شاب ويعمل حاله متماوت أو يعمل حاله عمره شيء 1000 سنة، أنا لا أحب هذا المنظر أبدا. ماذا قال النبي؟ إن قومكم غدا، يعني أهل مكة، سيرونكم فليروكم جلدا. المؤمن قوي، قوي في كل شيء. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بإسناد قوي أيضا. ما عندما ماذا قال الراوي، ماذا قال الراوي عنه صلى الله عليه وسلم؟ قال رمل يقول الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت. الرمل هو يعني الطواف بسرعة في الأشواط الثلاثة الأول. قال ورمل بالبيت ليري المشركين قوته. شوفوا أخواني، شوفوا بيجي المسلم بتماوت، وشوفوا ماذا قال النبي وماذا فعل. ماذا فعل؟ رمل بالبيت، رمل بالبيت ليري المشركين قوته. وهذا أخرجه الإمام أبو داود وغيره. ولا أريد أن أطيل في ذلك، أنا حقيقة كتبت عن قضية الحج عدة أشياء، لكن الوقت قد يعني تداركنا. إذن ثالثا، ما كانت عونا على طاعة الله. رابعا، الرياضة فيها أجر وثواب. متى؟ للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لجلب أبناء المسلمين إلى المساجد أو للمدارس أو لحضور العلم. فهنا تصير الرياضة يعني تصير نوعا من أنواع الدعوة إلى الله تعالى. إذن هذا أولا. ثانيا، تتعين على المسلم، أولا فيها أجر وثواب، هذا أولا. ثانيا، تتعين وينبغي فعلها. متى؟ إذا كانت للتداوي ووصفها الأطباء، يعني صارت من باب العلاج ومن باب الدواء، فتتعين على المسلم. وهنا أيضا من باب الدواء، لا تحسب أنها تكون فقط للأمراض الجسدية، لا، حتى للأمراض النفسية والروحية والمعنوية يصف بعض الأطباء الرياضة، ولا أريد أن أطيل في ذلك. تتعين على المسلم وينبغي فعلها للتداوي أولا، ثانيا للحاجة إليها، للحاجة إليها. وذكرت ثلاثة أمثلة: الرمي، السباحة، المصارعة. الرمي يعني القوة العسكرية، أي شيء يتعلق بالرمي هذا واجب على المسلم أن يتعلمه حتى يحافظوا على بلادهم. السباحة، كمن كان في مكان قريب من بحر، قريب من نهر، سيذهب في بحر، عليه أن يتعلم السباحة، كما قال الحجاج وكما قال سيدنا عمر: أن علموا غلمانكم حتى تحافظ على الجسد. والمصارعة أيضا، لأن فيها يعني الدفاع عن النفس، فينبغي يعني للمسلم أن يعني إذا اضطر إلى ذلك أو يرى نفسه يعني قد يتعرض لبعض المهالك، أن يتعلم هذه الرياضة. الأمر الثالث، تكون ثالثا، تكون الرياضة منهيا عنها، يعني فيها إثم وينبغي الابتعاد عنها. متى؟ كتبت أنا في ثلاثة أمور، في ثلاثة أمور الرياضة تكون منهيا عنها: إذا كان فيها ضرر على النفس، يعني إذا دخلت في رياضات فيها هلاك، فيها إيذاء، فهذا لا يجوز. أو أن يكون فيها ضرر على الآخرين، على نفسك لا يجوز.
ضرر على الآخرين لا يجوز. أن ثالثا إذا أدت إلى أمر منهي عنه. ما معنى أمر منهي عنه؟ بما يتعلق بموضوع العورات، أو ما يتعلق بموضوع يعني المحرمات بين الذكر والأنثى، بين الرجال والنساء، والله أعلم. إذا هذه الأحكام الثلاثة المرتبطة بموضوع الرياضة. وعندي خاتمة، الخاتمة أنني أوصي شباب المسلمين، أوصي شباب المسلمين خاصة والمسلمين عامة مهما كان سنه، فالرياضة لا تحتاج إلى سن. طبعا تختلف من سن إلى سن، ومن جسد إلى جسد، ومن نوع إلى نوع، ولكننا نوصي الجميع بالرياضة لأنها تساعد على تنظيم الوقت. ثلاثة أمور تساعد على تنظيم الوقت. كثير بعض الأخوة الذين يمارسون الرياضة يقول الذين لا يمارسونها ما شاء الله في عندكم وقت، فأنا أقول لإخواننا الذين يقولون لمن يلعب رياضة عنده وقت، أقول لا، هم منظمون لوقتهم وأنتم لا تنظمون، والذي يريد يستطيع والمسلم لا يعرف اليأس، كما أكرر وأكتب. ثانيا أن الرياضة أولا فيها تنظيم للوقت، وفيها سد للفراغ الذي هو يعني ضرر كبير على شباب الأمة. الفراغ مدخل عظيم من مداخل الهوى ومن مداخل الشيطان، فينبغي ملء الفراغ خاصة للشباب بقضية الرياضة وغيرها. ثالثا هي تصرف الطاقة الجسدية لما فيه منفعة للروح وللجسد، خشية أن تصرف هذه الطاقة الجسدية فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وفي آخر كلامي معكم وكلماتي بين أيديكم أقول الرياضة هي تطبيق عملي، تطبيق عملي. لماذا؟ لتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فالتطبيق العملي لها ما هو؟ الرياضة، لأنها تصرف العجز والكسل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه خير لنا جسدا وروحا وفكرا ومعنا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير أستاذنا، الحقيقة أحسنتم وأجدتم ما شاء الله، دائما محلقين شيخ وائل. لا العفو، استغفر الله يا سيدي، العفو، أكرمكم الله. أفتح المجال الآن للأسئلة والمداخلات، سأخذ فقط يعني سؤالان، يعني سأكتفي بسؤالين اليوم لأنه أدركنا الوقت، هناك صلاة العشاء يعني هنا عندنا قريب إن شاء هي الله. تأتي بعض الرسائل والله، لكن ما عم أستطيع قراءتها في نعم الجهاز التليفون. تفضل سيدي. طيب قرأوا. هل هناك سؤال أحد من الأخوة يرغب بتوجيه سؤال للشيخ يعني حفظه الله؟ يا السلام عليكم على السريع، الله يجزيكم خير، الله يجزيكم خير مازن نجار. بس حاليا يعني بعض الرياضات صارت كمهنه يعني، ومهنه مربحه بشكل شديد، فرايكم بالموضوع؟ ما سمعت اول الكلام استاذنا. بعض الرياضات صارت مثل مهنه، يعني صارت مهنه تمام، وصارت مربحه بشكل شديد، فمثلا كره القدم، كره انا السله. ذاكر عندي هون سبحان الله فصل الاحتراف في الرياضه واحكامه. كل ما ذكرناه هي الرياضه الشخصيه، الرياضه العامه، هذا ينطبق كل ما ذكرته عليه. اما الاحتراف في الرياضه هذا شيء اخر. الاحتراف بالرياضه طبعا ما لا حرج فيه، مثل كل انواع المهن، يعني مثلا الحداد نجار يحتاج الى قوه ويحتاج الى جسد، وقد يؤثر على جسده، ما ليس مشكله فيه. المشكله فقط في قضيه، طبعا غير موضوع العورات والامور المنهيه عنها، هذا واضح يعني الكلام فيه. الاحتراف في الرياضه المشكله فيه فقط قضيه الاتلاف للجسد، وها يعني الضرر الجسدي، هل يكون متحققا يقينيا؟ هل هو من باب غلبة الظن؟ هل هو من باب يعني الظن الضعيف وكذا؟ وهذا طبعا ما يعني ما نستطيع أن نتكلم عليه بسطحية ويعني عدم تخصص، ويحتاج إلى يعني كلام علمائي جماعي. فالاحتراف في الرياضة أنا أرى بشكل عام جوازه،
أما يعني التأصيل المنضبط لقضية الاحتراف يحتاج إلى يعني مجالس علمائية جماعية تقرر فيه. فأنا طبعا أميل يعني ما أميل لتحريمه ولو أدى إلى شيء من الضرر. أنا قلت هذا في ماليزيا، في ماليزيا أنا تكلمت، طلبوني وتكلمت عبر التلفزيون الماليزي أول أيام عيد الأضحى المنصرم، هذا تكلمت عبر التلفاز الماليزي حول هذا الموضوع وقلت أنا لا أميل لتحريمه وإن أدى إلى نوع تلف. ليش؟ يعني معلومكم هلأ الذي يعمل بتصليح الكهرباء ألا يتعرض للكهرباء؟ طيب الحداد، اللحام ألا يتعرض لبعض الجروح؟ ألا ما في شيء في الدنيا، لا يوجد عمل مدخل رزق إلا وفيه شيء من تلف الجسد. طبعا نقول تلف الجسد يعني الإيذاء العادي، أنا ما أقول إيذاء لا سمح الله يتعلق بقطع عضو أو إتلافه تماما، لا، الإيذاء موضوع خشونة بالركبة، موضوع بعض الآلام، موضوع بعض الصدمات، يعني الإيذاء العام ليس الإيذاء الذي فيه إتلاف عضو، هذا حرام. إذن الاحتراف في الرياضة الآن إخواني يجلب قوة مادية كبيرة جدا، صحيح أو لا إخواني المتابعين؟ هل يعقل أننا ندفع هذه القوة المادية التي لو حصلها المسلمون لانتفعوا في مدارسهم وفي دعوتهم وفي تعليمهم وإلى آخره، ثم نقول ما يجوز مثلا مشان موضوع إبداء الركبة والله بيّنت ركبته؟ الأمر يحتاج إلى أوسع من ذلك وإلى نظرة ليست سطحية، نظرة عميقة وفيها يعني مقاصدية، نظرة مقاصدية عميقة. طبعا أنا الآن لا أقرر حكما، أعطي ومضات فقط، وشكرا لك على هذا السؤال. جزاكم الله خير. هناك سؤال أستاذنا، هي ما حدود المرأة في الرياضة في الملأ؟ يعني تمام، واضح جدا، يتعلق بهذا السؤال أمران، الأمر الأول عدم كشف العورة، الأمر الثاني أن لا يكون فيه إيحاء يعني من باب الفتنة ونحو ذلك فقط. ويلعب فيه دور ماذا؟ قضية الأعراف والعادات. فمثلا في هذه الدول، في موضوع تركيا، أوروبا، أمريكا، المشي الصباحي أو نوع من الهرولة والرياضات في الأماكن العامة أمر معتاد لا يلفت للنظر. أما في بعض الدول التي ما عندها هذه الأشياء، ولا أريد أن أسميها، نحن لا يهمنا التسمية ولا يهمنا المناطق، الكلام واضح، الأعراف والتقاليد له اعتباره في هذه يعني المسألة. إذن الأصل في هذا الجواب أمران، قضية العورة وقضية عدم الإثارة، والله أعلم، وهو سؤال مهم طبعا. جزاكم الله خير. أخذ آخر سؤال دكتور جهاد الشقفي، تفضل، معنا دقيقتين يعني فقط، تفضل دكتور جهاد، افتح الميوت، يعني أنت على الميوت دكتور جهاد. اليوم الجمعة، وطبعا سورة الكهف كلنا إن شاء الله نقرأها، كأنه فيها تأكيد على موضوع الرياضة. فانطلقا فانطلقا فانطلقا، نعم نعم، قضية الفتوة وقضية الشباب، إنهم فتية آمنوا بربهم. طبعا لكان بارك الله بكم عمنا الكريم، أنا كتبت في قناتي بالتليجرام سابقا أن سورة الكهف لماذا يكررها المسلم يوم الجمعة كل جمعة؟ هي رفع للطاقات، هي بث لرفع الهمم. كلامك ما شاء الله يعني في مكانه. أكمل أكمل دكتورنا. يعني بس الملاحظة أنه الألفاظ اللي استعمل القرآن الكريم، فارتدى فانطلقا يريد أن ينقض فأقام، كلها فيها أحرف الجهر وفيها الأحرف الشدة ومعاني، يعني فيها همة، فيها قوة، فيها نشاط. نعم نعم، جس ملاحظة يعني، الله يجزيكم خير. جزاك الله شكرا شكرا، سررتني دكتور، سررتني، وأنا كتبت ذلك سابقا وسأنشره الجمعة القادمة إن شاء الله. الله يبارك، جزاكم الله خير، تكرمونا سيدي بدعاء إن شاء الله في نهاية. اللهم إنا نسألك علما نافعا، نسألك علما وحكمة وحلما، نسألك علما يقربنا إليك وينفعنا وينفع عامة المسلمين، نسألك علما يكون رحمة للبلاد والعباد، نسألك علما يكون فيه طمأنينة، يكون فيه سعادة، يكون فيه هناء لنا
ولجميع المسلمين. اللهم قونا على طاعتك، اللهم إنا نسألك أن تفرج عنا ما أهمنا وما أغمنا، اللهم إنا نسألك أن ترفع الشدة والبلاء عن بلدنا وأبناء شعبنا وعن المسلمين أجمعين، أن تفرج عنا وعن جميع عبادك المستضعفين والمنكوبين بفضلك ومنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أبناءنا وأصلح أولادنا وأصلح المسلمين أجمعين، اجعلنا مع أهلنا وإخواننا وأحبابنا من سعداء الدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا من المال والوقت والجسد والأولاد والذرية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، بارك الله بكم.